طبعا ارهابيين من حمله الجنسيه السوريه موالين للحكومه التركيه. مساء الخير. طبعا التقرير الامم المتحده او لجنه العقوبات يعتمد بشكل اساسي على المرصد السوري لحقوق الانسان، حيث ان التقارير التي نصدرها لا تنشر فقط اعلاميا بل تزود فيها الخارجيات الاوروبيه والامم المتحده والخارجيات العربيه لنضعها فيما يجري من عمليه نقل مرتزقه من حمله الجنسيه السوريه الموالين لاردوغان الى ليبيا. بالاضافه للموضوع المرتزقه من حمله الجنسيه السورية، أيضا هناك موضوع المجموعات المتطرفة من تنظيم داعش من حملة الجنسية التونسية وأيضا من جنسيات أخرى أيضا وصلوا إلى ليبيا. نتحدث نحن عن 16500 مرتزق من حملة الجنسية السورية التابعين لرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأيضا هناك نحو 10000 من ما يعرف في أو ما يسمون بالمجموعات الجهادية أيضا هم ذهبوا إلى ليبيا عبر الأراضي التركية، وبتنسيق مع المخابرات التركية بينهم نحو 2500 من حملة الجنسية التونسية. وأيضا بعض الدول العربية بدأت تتحدث يعني بشكل خجول عن قضية إرسال مرتزقة إلى ليبيا وإرسال السلاح من قبل الحكومة التركية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق من أجل محاولة السيطرة على المناطق النفطية في ليبيا. هناك المرصد يتعاون بشكل أساسي مع لجنة العقوبات ومع اللجان الدولية، وقلت لك أن المرصد لا ينشر فقط تقارير إعلامية، كل ما ينشره المرصد قبل نشر حقيقة الأمر ترسل نسخة منه كتقارير كاملة إلى اللجان الدولية المختصة وإلى الخارجيات المهتمة بالموضوع الليبي، وأيضا إلى يعني المنظمات الإنسانية يعني كاللجان التحقيق الدولية وكالمنظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وقضية استخدام الأطفال أيضا كمقاتلين في ليبيا من قبل الحكومة التركية.